عندي قريب جدا طلعت بيانات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اللي عليها بادج وشعار حزب النور في زمن الإخوان، وتهديدهم للشعب المصري وللمصريين حتى في بيوتهم، بيتدخلوا بين علاقة الرجل وزوجته، بيتدخلوا في بيوت الناس وفي أفكارها وفي إحساسها. وكم من جرائم حصلت الحقيقة زمن الإخوان من أعضاء حزب النور، وهو بيقول رأبوا أداءنا السياسي. عايزة يعني أفتكر تصريحاته التانية وتهديداته التانية، ولكن هو مصر الحقيقة يقبض الثمن، بيقول أنا شاركت في 30/6 و3/7 وفي وضع الدستور، ومصر يقبض الثمن ولو من دم المصريين ولو ضد إرادة شعب أقصى ولم يصوت لصالحه. ولكن طبعا هي عادتك ولا تشتريها إذا كان الإخوان أبوك وأمك وإحنا عارفين كويس. ولكن عايزة في النهاية أقول، هو قال رأبوا أدائي في البرلمان، إحنا فعلا هنراقب أدائك في البرلمان، والمسيحيين لم يصوتوا تصويت طائفي ولا حاجة، ولكن تصويتك أنت اللي كان طائفي. وما افتكرش حد من حزب النور مثلا انتخب سمير غطاس مثلا في مدينة نصر، أنت اللي بدأت بالطائفية وأنت اللي بتدعو للطائفية في الوقت إحنا بنتكلم فيه عن وحدة الصف. وإحنا هنراقب أدائك في البرلمان، حملة لا للأحزاب الدينية، ومش عايزين تاني نشوف حد جدا تحت القبة، ولا عايزين نشوف بولكيمي وونيس وعنتيل. وإحنا في حملة لا للأحزاب الدينية تقدمنا ببلاغ للنائب العام ضد مرشح حزب النور عن الإسماعيلية اللي تورط في مشاهد جنسية على صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي. وزي ما قلنا انه محمد اسماعيل نائبه في البرولوس اول تصريح قاله، قال الموسيقى حرام والدي جي حرام، وبعدين يسال يونس مخيون يقول له رئيس حزب النور، يقول له لا 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 ده مش هو اللي كتب، يقول له ده على صفحته، يقول له لا مش هو اللي كتب، في شباب دخلوا على صفحته وكتبوا المراوغه والملوعه والكذب. مطلوب منك تختم على المشروع الامريكي في المنطقه. السلفيين بيخدموا على المشروع الامريكي في المنطقه ازاي؟ يسيروا نعرة سني وشيعي ومسلم ومسيحي. مصر أيام المماليك هزمت الصليبيين وهزمت التتار، وما سمعناش عن فتنة طائفية، ما سمعناش إن المسلمين ضربوا المسيحيين أو المسيحيين ضربوا المسيحيين. هم جايين يخدموا على المشروع الأمريكي، وهو تقسيم المنطقة على أسس عرقية وطائفية. الأكراد ياخدوا حتة، العلويين ياخدوا حتة، المسيحيين ياخدوا حتة، الشيعة ياخدوا حتة. هو ده اللي برجينسكي الزعيم اليهودي قاله، تقسيم المنطقة على أسس دينية وعرقية، وجايين السلفيين والإخوان يخدموا على هذا المشروع